بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ السكاشن بتاعتنا، التسجيلات الفيديو اللي هي بديلة عن السكاشن. إن شاء الله نكمل في المقرر بتاعنا عادي جدا. تسجيلات الفيديو دي هتبقى كأنها بالظبط زي السكشن اللي كنا بناخده مع بعضنا في الكلية. علشان تبقى تسجيلات الفيديو زي السكشن تماما، مش كفاية إنك أنت تسمعه وبس، مش كفاية إنك أنت تسمعني وبس، لازم يبقى عندك فرصة إنك أنت تتواصل معايا وتطرح أسئلة بسهولة، والأسئلة دي كمان يشوفوها زمايلك ويناقشوها، وده دور الجروب. يعني احنا في السكشن العادي كنا كل اللي بنعمله انا بشرح على السبوره وانت بتسالني وانا برد عليك وسط ما احنا قاعدين، وكل زمايلك بيسمعوا وبيناقشوا. طب عشان نقدر نكمل شغلنا اونلاين مع بعضنا كان احنا في السكشن العادي، محتاجين ان انا زي ما بشرح انت كمان تقدر تسالني وزمايلك يسمعوا السؤال ونتناقش كلنا، وده دور الجروب. وذلك بدعو كل الناس اللي لسه ما دخلش على الجروب ان هو يبعت لي الايميلات بتاعته عشان خاطر ادخله على الجروب ونكمل الدراسه بتاعتنا عادي جدا من خلال الفيديوهات من خلال الجروب، كان الدراسه شغاله تمام. انا هكمل شرح على اخر سيكشن اخدناه، هعمل مراجعه سريعه وبسيطه كده في اول السيكشن ده او في اول التسجيل ده على الكلام اللي قلناه في اخر مره او الكلام اللي احنا وصلنا له في الماده بتاعتنا، بعد كده هكمل شرح عادي. انصحك قبل ما تكمل او قبل ما تكمل الفيديوهات او قبل ما تسمعها انك انت في البدايه تجيب الكلام اللي فات، يعني تذاكر ترجع تفتكر الكلام اللي قلناه لغايه قبل ما تتوقف الدراسه، لان احنا هنكمل عليه. السكاشن اللي هي بتاعت دلوقتي او السكشن بتاع النهارده وسكاشن تانية لسه مكمله قدام، يعني هيبقى كلها العنوان بتاعها الميكرويف نتورك ثيري. احنا زي ما اتفقنا في بدايه الدراسه بتاعتنا ان الماده بتاعت الميكرويف سيركتس متاسسه بيزد على حاجتين رئيسيتين او حاجتين كبار، يعني اللي هم الماكس لوكيشنز الالكترومغنيتيك سيري والترانسميشن لاين والوف جايد سيري. ليه طيب الحاجتين دول بنعوزهم؟ علشان خاطر التعامل مع المشكلتين اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجه مشكله انك انت معاك ديفايسز جديده ومعاك ستراكشرز جديده، فلازم لما تيجي تدرسها تعمل لها ستادي هتحتاج تستعمل ماكس لوكيشنز والالكترونيك سيري. تاني حاجه انك انت مش بينفع في المايكروف نتورك انك انت تعمل بالثيري بتاعت كيرشوف، ما ينفعش فيها القوانين بتاعت كيرشوف كارنت لو ولا كيرشوف فولتج لو، لازم نتعامل بالريليشنز كلها بتاعت ترانسميشن لاين بتاعت الوف جايد، ونعتبر السيجنالز كلها عباره عن انسيدنت سيجنالز وريفليكس سيجنالز، والامبيدنس بتتغير على طول البورت زي ما احنا كنا بنتعامل مع ترانسميشن لاين والوف جايد اللي موجود في سنه تانية. بعد ما درسنا الجزئين دول بتوع بعد ما رجعنا سريعا على الالكترونيك سيري وعلى الحاجات اللي احنا محتاجينها من الترانسميشن لاين سيري، بدانا في موضوع جديد اسمه المايكرويف نتورك سيري. في الموضوع بتاع المايكرويف نتورك سيري بدانا نتكلم ازاي نتعامل مع مايكرويف ديفايس او مايكرويف نتورك، ونتورك دي فيها بورتس كتيره. وطبعا لما نيجي نتعامل مع السيركتس او مع نتوركس ما ينفعش انك انت تعتبر السيركت او نتورك سنجل بورت او تو بورت، لان ده شكل بسيط جدا. يعني مثلا حاجه زي الامبليفايرز بتبقى تو بورت، مثلا تو بورت سيركتس بيبقى فيها انبوت سيجنال واوتبوت سيجنال وانت بتكبرها. حاجه زي الفلترز بتبقى تو بورت سيركت بيبقى فيها انبوت سيجنال واوتبوت سيجنال وانت بتعمل عمليه فلترنج في الفريكوينسي دومين. مش لازم تبقى كل السيركتس او كل النتوركس عباره عن تو بورت بالشكل ده، بالذات في المايكرويف. في المايكرويف ابلكيشنز ممكن تلاقي كتير جدا النتورك بتاعتك فيها اكتر من 2 بورت، ممكن 3 بورت، ممكن 4 بورت، وممكن اكتر من كده. ولذلك السيري بتاعت المايكرويف نتورك بنبدا بيها على طول بالجنراليزيشن ان احنا بنتعامل مع ان بورت سيركت. فتعالى نفتكر الكلام اللي احنا قلناه في بدايه المايكرويف نتورك سيري بتاع ازاي نتعامل مع مايكرويف نتورك سيركت، بنتعامل معاها ازاي، وايه الحاجات اللي احنا محتاجينها في الدراسه بتاعتنا. اول حاجه لما جينا نتعامل مع مايكرويف نتورك رسمنا الرسمه دي في السكشن، قلنا عندنا ستراكشر، والستراكشر دي رسمناها اي حاجه. الستراكشر دي اللي هي عباره عن الشيء اللي في النص، الشيء اللي في النص اللي هو ممكن يكون نتورك كامله او ممكن يكون ديفايس. الشيء اللي في النص اللي هو ممكن يكون نتورك كامله ممكن يكون ديفايس. فانا بغض النظر عن الشكل بتاع الحاجه اللي في النص اللي ممكن تكون نتورك كامله او ممكن تكون ديفايس، الحاجه اللي في النص دي ليها ان بورت. ادي البورت رقم واحد، ادي البورت رقم واحد، والبورت رقم اثنين، والبورت رقم ثلاثة، ورقم اربعة، وهكذا لحد ما اوصل للبورت رقم ان. فعندي ان بورت سيركت، ومن كل بورت ممكن ادخل سيجنال ممكن اخد سيجنال. وزي ما اتفقنا طالما هتدخل سيجنال او هتاخد سيجنال يبقى لازم البورت دي هتكون يا ترانسميشن لاين يا ويف جايد. السيجنال لما تيجي تمشي جوه الديفايس او تدخل الديفايس او تطلع من الديفايس، مش بنتعامل مع البورت زي التعامل مع البورت العاديه في السيركتس. في السيركتس كده البورت العاديه كل اللي بيحصل عندها فولت وكرنت وامبيدنس، ومفيش بروباجيشن للفولت ولا للكرنت. لكن دلوقتي في الميكرويف ما ينفعش، لازم اخد بالي ان الفريكونسي عالي وفي بروباجيشن للفولت وفي بروباجيشن للكرنت، ودي حاجه لازم تتاخد في الاعتبار.
طيب في بروباجيشن للفولت في بروباجيشن للكرنت، يبقى كل بورت من دول كانها ترانسميشن لاين. طب ازاي واعتبر كل البورتس ترانسميشن لاين، مع ان احيانا ممكن ادخل السيجنال في شكل ويف، ممكن يبقى البورت بتاعتي عباره عن ويف جايد بورت مش ترانسميشن لاين بورت. اتفقنا في السكشن اللي فات ان احنا بنعمل حاجه اسمها ايكويفالنت ترانسميشن لاين، فحتى لو كانت البورت بتاعتي عباره عن ويف جايد بورت بجيب ترانسميشن لاين بورت، وترانسميشن لاين بورت بتبقى ايكويفالنت ليها. ايكويفالنت ليها يعني ايه؟ يعني الباور اللي داخله من عندها بتساوي نفس الباور اللي داخله من عند الويف جايد بورد الحقيقيه اللي موجوده على ارض الواقع. واتفقنا ان كونك انت جبت ايكويفالنت ترانسميشن لاين لنفس الباور ده مش كفايه عشان تحدد الفولت والكرنت اللي عليه، محتاج كونديشن تاني اللي هو انك انت تختار الكاركترستيك امبيدنس بتاعته. وعشان انا عندي حريه ان اختار الكاركترستيك امبيدنس بتاعته، كنت بختار الكاركترستيك امبيدنس بتاعته بتساوي واحد، فكنت بتعمد ان تكون البورت اللي هي بتاعت الايكويفالنت ترانسميشن لاين الكاركترستيك امبيدنس بتاعتها بتساوي واحد. مش كده وبس، ده انا كنت باجي للترانسميشن لاين بورتس الثانيه اللي هي اصلا مش ووف جايد، اللي هي براكتيكالي ترانسميشن لاين، كنت برضو بجيب لها ايكويفالنت ترانسميشن لاين بغرض ان يكون كل البورتس بتاعت النتورك الكاركترستيك امبيدنس بتاعتها بتساوي واحد. اتفقنا في المره اللي فاتت ان في كونسبت مهم جدا اسمه كونسبت التيرمينال بلين، اللي هو مرسوم عندك في الرسمه دي، محطوط خطوط وعند كل خط محطوط حرف التي. فالخط ده مثلا، الخط ده مثلا يمثل بلين، والبلين ده اسمه تي 1، والبلين الثاني اسمه تي 2، والثالث اسمه تي 3، بعد كده تي 4 وهكذا لحد تي ان. تيرمينال بلين ده مهم جدا لما اجي ادرس الترانسميشن لاين لوف جايد ولوف جايد بوردز. ليه؟ عشان احدد الريفرنس بتاع الفيز. لو احنا فاكرين في دراستنا في الترانسميشن لاين كنا بنقول بنيجي عند اللود وبنعتبر زد يساوي صفر. كلمة انك تيجي عند اللود تعتبر زد يساوي صفر، يبقى انت حطيت الريفرنس فيز عند اللود. يعني عند اللود هتلاقي الانسيدنت فولتج الفيز بتاعه زيرو، والريفلكتد فولتج الفيز بتاعه زيرو. ولما تيجي تتحرك بعيد عن اللود، واحد منهم بيحصل فيه فيز بروجريس، والتاني فيه بيحصل فيه فيز ديلي. تمام؟ فلازم بتختار نقطة على الترانسميشن لاين بورد هي اللي بيبقى عندها الفيز بتاع الانسيدنت ويف والفيز بتاع الريفلكت ويف، هما الاثنين بيساوي زيرو. هي النقطة دي اللي احنا كنا بنحط عندها زد بيساوي صفر في دراستنا الترانسميشن لاين زمان، دي اللي احنا بنسميها التيرمينال بلين او بنسميها الريفرنس بلين. فكل بورت من دول الريفرنس بلين ده هو اللي احنا عرفنا عنده الانسيدنت فولتج والريفلكتد فولتج. يبقى كده كل بورت من دول عباره عن ترانسميشن لاين، خلاص ايكويفالنت ترانسميشن لاين. كل ترانسميشن لاين من دول الكاركترستيك امبيدنس بتاعته بتساوي واحد، معنى الكاركترستيك امبيدنس بتساوي واحد يعني في بلس على اي بلس بيساوي واحد، وفي بلس على اي ماينس بيساوي سالب واحد زي ما احنا متعودين. ده معنى كلمه ان الكاركترستيك امبيدنس بتساوي واحد. خلاص عند كل بورت في انسيدنت فولتج وفي ريفليكتد فولتج وفي انسيدنت كارنت وفي ريفليكتد كارنت، فعند كل بورت هتلاقي انسيدنت فولتج وريفليكتد فولتج، انسيدنت كارنت وريفليكتد كارنت، هتلاقي دول موجودين عند كل بورت. التوتال فولتج عند اي بورت عباره عن انسيدنت فولتج زائد ريفليكتد فولتج، والتوتال كارنت عباره عن الانسيدنت كارنت زائد الريفليكتد كارنت، ده اللي موجود عند كل بورت. النهارده في ده شرح سريع ل الخصائص الاساسيه للميكرويف نتورك او الميكرويف سيركت اللي احنا بنتعامل معاه. النهارده احنا هنعمل ايه بالظبط؟ النهارده انا هحاول ان احنا نتكلم في خمس حاجات. لو الفيديو يعني خلص معانا وكان الزمن بتاعه كويس في المتناول هنقدر نغطي الخمس حاجات، لو لا يبقى مش مشكله ممكن نكمل ان شاء الله في كلاس جديد او في سيكشن جديد. رقم واحد، انا عاوز اعمل ريفيو سريع لان لازم نعمله قبل ما نخش في الكونتنت بتاع النهارده. ريفيو سريع على الديسكريبشنز بتاعه الميكرويف نتورك، ديسكريبشنز بتاعه الميكرويف نتورك باستخدام الثلاثه ماتريسيز اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت. هعمل على الموضوع ده ريفيو سريع. الماتريسيز اللي هم الامبيدنس ماتريكس والادميتنس ماتريكس والسكاترنج ماتريكس. تمام، ده كلام مش جديد، ده كلام ريفيو بس، يعني مراجعه سريعه، مراجعه ان شاء الله مش هتاخد مننا وقت. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، هتكلم على الخصائص بتاعه الماتريسيز، يعني البروبيرتيز بتاعت الزيت ماتريكس والواي ماتريكس والاس ماتريكس، وده موضوع جديد شويه، ده موضوع جديد النهارده. هنتكلم على الخصائص بتاعت كل ماتريكس من دول، بعد كده هنتكلم على ازاي نبدا نحسب السكاترنج ماتريكس، وهناخد مثال معين في حساب السكاترنج ماتريكس، هناخد نوع معين من النتوركس اللي هو ابسط نوع كبدايه، يعني هناخد ابسط نوع اللي هو السيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك، هنشوف ازاي نجيب لها السكاترنج ماتريكس، ازاي نحسب لها السكاترنج ماتريكس، وناخد امثله كمان عليه، يعني ناخد نظريا بالمعادلات ازاي احسب السكاترنج ماتريكس بتاعت نوع بسيط جدا سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك، واخد كمان عليه امثله. وفي الاخر خالص هنتكلم على علاقات بين الزيت ماتريكس والواي ماتريكس والاس ماتريكس، ازاي نربط الماتريسيز دي ببعضيها. ليه؟ لان انا لما اجي احل ميكرويف نتورك او احل ميكرويف سيركت ببقى عايز اجيب السكاترنج ماتريكس بتاعتها وباقي الماتريسيز كمان، عايز اجيب الزيت والواي.
وعشان احسب كل واحده من دول ببذل مجهود وبشتغل شويه رياضه، فهل انا مضطر اكرر المجهود ده مع كل ماتريكس منهم عشان احسبها؟ قال لك لا، انت كفايه انك تجيب واحده منهم، الاس ماتريكس او الماتريكس او الزد ماتريكس، كفايه انك تجيب واحده منهم، ممكن نجيب الباقيين منها. ففي علاقات تربط الزد بالواي والواي بالزد والاس بالواي والاس بالزد، في علاقات تربطهم كلهم ببعض، وبالتالي ممكن نحسبهم كلهم من بعضهم. هنتكلم في اللي احنا عاوزينه ده نقطه نقطه، وعلى حسب ما الكونتنت ان شاء الله يتظبط معانا في التسجيل ده. فنبدا بالنقطه الاولانيه اللي هي عايزين نعمل عمليه ريفيو سريعه على الديسكريبشن بتاع مايكروويف نتورك من خلال الامبيدنس والادميتنس والسكاترنج ماتريكس. طيب اللي عايزك تفتكره معايا ان الديسكريبشن بتاع النتورك من خلال اي ماتريكس من دول بيعتمد على حسب حاجه واحده بس، اللي هي انت اعتبرت مين الاكسايتيشن واعتبرت مين الريسبونس. بيعتمد على الحكايه دي، اعتبرت مين الاكسايتيشن واعتبرت مين الريسبونس، وقائم على مبدا السوبر بوزيشن. فدول حاجتين اساسيتين. يبقى حته انك انت بتوصف الماتريكس بتاعتك، توصف النتورك بتاعتك بانهي ماتريكس، ده معتمد على حسب انت اعتبرت مين بالظبط الاكسايتيشن واعتبرت مين بالظبط الريسبونس، والموضوع ده قائم على السوبر بوزيشن. طيب يعني ايه اعتبرت مين الاكسايتيشن واعتبرت مين الريسبونس؟ كمثال مثلا الادميتنس، مثلا الامبيدنس ديسكريبشن. الامبيدنس ديسكريبشن كان بيتم ازاي؟ الامبيدنس ديسكريبشن كان اللي بيحصل فيه كنا بنيجي عند كل بورت من البورتس وبفترض ان انا مدخل اكسايتيشن عباره عن كارنت سورس، يعني باجي عند كل بورت من البورتس بفترض نفسي حاطط كارنت سورس. كارنت سورس مدخل توتال كارنت، والتوتال كارنت ده مقداره اي. يبقى مثلا بفترض ان في عند كل بورت كارنت سورس، وكارنت سورس مدخل توتال كارنت، والتوتال كارنت مقداره اي. ففي مثلا عند بورت واحد كارنت سورس، وكارنت سورس مدخل كارنت، وكارنت ده اسمه اي واحد، والاي واحد ده عباره عن توتال كارنت. الاي واحد ده عباره عن توتال كارنت. توتال كارنت يعني عباره عن انسنت كارنت زائد ريفليكتد كارنت، ده اللي هو التيار اللي اسمه اي واحد. عند مثلا بورت 2 في تيار تاني اسمه اي 2، عند بورت 3 في تيار اسمه اي 3، وهكذا لحد نهايه البورتس في تيار اسمه اي ان عند البورت رقم ان. فعند كل بورت في كارنت سورس، وكارنت سورس التوتال كارنت بتاعه اي من اي 1 لحد اي ان، اللي هو عباره عن انسنت كارنت زائد ريفليكتد كارنت. كنت بتربط الكارنت ده بباقي البورتس، بتعتبره هو الاكسايتيشن بتاعك، وبتعتبر مين الريسبونس، بتعتبر الفولت هو الريسبونس. ده في الديسكريبشن الاولاني اللي هو الامبيدنس ديسكريبشن. يبقى انا معتبر الفيكتور اللي قدامي ده اللي هو من اي 1 لحد اي ان، معتبره هو الاكسايتيشن، اعتبرته هو الاكسايتيشن بتاعي، واعتبر الفولت عند كل بورت هو الريسبونس. اعتبر الفولت عند كل بورت هو الريسبونس، يعني اعتبر الفولت اللي هو عباره عن في 1 عند البورت الاولى، في 2 عند البورت الثانيه، في 3 عند البورت الثالثه، وهكذا لغايه النهايه خالص لحد في ان عند البورت الاخيره، ده اللي هو التوتال فولتج اللي هو انسن زد ريفليكتد، بعتبره هو ريسبونس، هو الريسبونس بتاعي. طب يعني ايه اعتبرت الاكسايتيشن واعتبرت ده ريسبونس؟ الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك انت عايز تجيب الريسبونس الناتج من كل الاكسايتيشنز، عايز تجيب الريسبونس الناتج عند كل بورت من جميع الاكسايتيشنز. يعني عايز اجيب الفي واحد عند كل بورت الناتج من جميع التيارات، عايز اجيب في واحد عند كل بورت الناتج من جميع التيارات، عايز اجيب في 2 الناتج من جميع التيارات، عايز اجيب في 3 الناتج من جميع التيارات، عايز اجيب في 4 الناتج من جميع التيارات. كنا بنحل المساله بقى بالبرنسبل بتاع السوبر بوزيشن، بالبرنسبل بتاع السوبر بوزيشن. ازاي؟ عشان احسب مثلا في واحد كنت بطبق السوبر بوزيشن، يعني بقول هعمل كيلنج لجميع المصادر واخد تاثير مصدر واحد بس، فاخد تاثير المصدر الاولاني مثلا اللي هو اي واحد، واعمل كيلنج للباقيين. اعمل كيلنج للباقيين يعني اعتبرهم كلهم باصفار، يعني اعتبرهم كلهم عباره عن اوبن سيركت، واحسب في واحد الناتج من وجود اي واحد بس، واعتبر البارامتر اللي بربطهم ببعض هما الاثنين مجرد كونستانت، والكونستانت ده انا سميته زيت واحد واحد. الكونستانت ده سميته زيت واحد واحد، هو البارامتر اللي بربطهم ببعض. ليه رمزت له بالرمز زد؟ عشان البارامتر ده بيربط فولت بتيار، البارامتر ده بيربط فولت بتيار، حيث الفولت بيساوي البارامتر ده مضروب في التيار، فاكيد البارامتر ده امبيدنس، عشان كده سميته زد. ده اول حاجه. تاني حاجه، لو انت بصيت على الطريقه اللي احنا استعملناها هتكتشف ان زد ده عباره عن الانبوت امبيدنس بتاعه البورت، لو احنا بصين بتاعه النتورك، لو احنا بصين من عند بورت واحد فهو يمثل الانبوت امبيدنس من عند البورت رقم واحد. ليه؟ لان هو عباره عن الفولت عند بورت واحد على الكرنت عند بورت واحد لما انت عامل كيلنج لكل السورسز، وده التعريف بتاع الانبوت امبيدنس. بعد كده بتروح نجيب التاثير بتاع اي 2، يعني نشوف اي 2 لوحديه بعد ما نعمل كيلنج لكل المصادر، اي 2 لوحديه بيساهم قد ايه في تشكيل او في تكوين في 1.
فبنحل المسألة من تاني ونعتبر ان اي واحد واي تلاتة واي اربعة وهكذا لحد اي ان كلهم باصفار، وناخد تأثير الاي اتنين لوحده. اي اتنين لوحده تأثيره بيطلع قيمته شكلها كده، زيت واحد اتنين مضروبة في اي اتنين، ده التأثير بتاع اي اتنين، زيت واحد اتنين مضروبة في اي اتنين. والبارامتر برضه سميناه امبيدنس، سميناه زيت يعني امبيدنس عشان خاطر ده بيربط فولت بكرنت، وسميناه زيت واحد اتنين لان هو يمثل الديفينيشن بتاع الترانسفير امبيدنس، يمثل الديفينيشن بتاع ترانس امبيدنس ما بين البورت واحد وبين البورت اتنين وهكذا. طب انا ليه حطيت علامة زائد هنا؟ ليه حطيت علامة زائد هنا؟ هو ده مبدأ السوبر بوزيشن، مبدأ السوبر بوزيشن اللي بيقول لك لو انت واخد الافكت بتاع المصدر ده لوحده، بعد كده الافكت بتاع المصدر ده لوحده، بعد كده الافكت بتاع جميع المصادر لحد النهاية، بتجمع الافكتس بتاعتهم كلهم عشان تعرف تجيب الريسبونس الناتج منهم بيساوي كام. فهنقعد نجمع في دول لحد ما نوصل في الآخر لزيت واحد ان مضروبة في اي ان. زيت واحد ان مضروبة في اي ان. وهكذا. وهكذا ممكن نحسب الفي 2 بنفس الطريقة. فبنفس الطريقة لو كتبنا المعادلة بتاعت في 2 هتبقى عبارة عن زيت 2 1 مضروبة في اي 1 زائد زيت 2 2 مضروبة في اي 2 وهكذا لحد في النهاية خالص زيت 2 ان مضروبة في اي ان. وهكذا نكمل حساباتنا لحد ما نجيب الفي ان. الفي ان هتبقى عبارة عن زيت ان 1 مضروبة في اي 1 زائد زيت ان 2 مضروبة في اي 2 وهكذا لغاية زيت ان ان مضروبة في اي ان. والمعادلة دي هي اللي احنا حولناها للشكل بتاع المصفوفة، ولما كتبناها في شكل مصفوفة طلعت لنا الامبيدنس ماتريكس. فالامبيدنس ماتريكس نتجت من ايه؟ نتجت من انك انت اعتبرت الاكسيتيشن بتاعك هو التوتال كرنت عند كل بورد، واعتبرت الريسبونس بتاعك هو التوتال فولتج عند كل بورد. فانا نكتب المعادلة دي في شكل مصفوفة، هنقول لما نكتب المعادلة دي في شكل مصفوفة هنقول ان الفيكتور بتاع الفولت، الفيكتور بتاع الفولت ونرمزله بالرمز ده، بيساوي الفيكتور بتاع الكرنت مضروب في الامبيدنس ماتريكس، حيث الفيكتور بتاع الفولت اللي هو شكله كده في 1 في 2 وهكذا لحد في ان، ده الفيكتور بتاع الفولت. والفيكتور بتاع الكرنت اللي هو شكله كده اللي هو عباره عن اي 1 اي 2 وهكذا لحد اي ان، ده الفيكتور بتاع الكرنت. والفيكتور بتاع الامبيدنس او الماتريكس بتاعت الامبيدنس اللي عباره عن زيت 1 1 زيت 1 2 وهكذا لحد زيت 1 ان، بعد كده زيت 2 1 زيت 2 2 وهكذا لحد زيت 2 ان، ومن هنا هنوصل لحد زيت ان 1 زيت ان 2 وهكذا لحد زيت ان ان. دي اللي هي احنا بنسميها الامبيدنس ماتريكس. فده الديسكربشن الاولاني، والديسكربشن ده على فكره ما يفرقش حاجه عن السيركتس بتاعت زمان، يعني السيركتس بتاعت زمان لو عندك غير المايكروويف سيركتس، يعني اللو فريكوانسي سيركتس، لو عندك ان بورت سيركت ما انت ممكن توصفها بالامبيدنس ماتريكس بهذا الشكل، تمام؟ اللي هي الان بورت سيركت ممكن توصفها بالامبيدنس ماتريكس بهذا الشكل، ما فيهاش اي اختلاف، تمام؟ طبعا انت كده افتكرت معايا ازاي جه منين الديسكربشن بتاع النتورك باستخدام الامبيدنس ماتريكس. دلوقتي ممكن نفتكر بقى مع بعضينا ديسكريبشن كان شكله ازاي بتاع الادمتنس ماتريكس. طبعا في الادمتنس ماتريكس هيحصل العكس، كل اللي هيكون موجود ان الاكسيتيشن بتاعنا هنعتبره فولتج سورس، والريسبونس بتاعنا هيبقى عباره عن التوتال كرنت في كل بورد، وبالتالي المعادله بتاعتنا تبقى بالعكس بالظبط، هيبقى الاي هو اللي بيساوي الادمتنس ماتريكس مضروبه في الفي. طبعا ده الفيكتور بتاع الاي وده الفيكتور بتاع الفي وده الماتريكس بتاعت الواي. الماتريكس بتاعت الواي اللي احنا كنا بنسميها الادمتنس ماتريكس، الادمتنس ماتريكس والشكل بتاعها كان كده بالتناظر طبعا مع الشكل بتاع الامبيدنس ماتريكس، واي 1 1 واي 1 2 وهكذا لحد واي 1 ان، واي 2 1 واي 2 2 وهكذا لحد واي 2 ان، وهنا هنكمل لحد واي ان 1 واي ان 2 وهكذا لحد واي ان ان. دي اللي هي الادمتنس ماتريكس. واللي فاتت اللي هي كانت الامبيدنس ماتريكس والديسكريبشنز دي ما فيهاش اي شيء جديد عن اللو فريكوانسي سيركتس. الديسكريبشن الجديد شويه عن اللو فريكوانسي سيركتس اللي هو السكاترنج ماتريكس. السكاترنج ماتريكس بتعتبر فيها الاكسيتيشن بتاعك هو الانسيدنت ويف والريسبونس بتاعك هو الريفليكتد ويف. ده في السكاترنج ماتريكس تعتبر الاكسيتيشن بتاعك هو الانسيدنت فولتج، والريسبونس بتاعك هو عباره عن الريفليكتد فولتج، او الاكسيتيشن بتاعك هو الانسيدنت كرنت والريسبونس بتاعك هو الريفليكتد كرنت. لما نيجي نكتب الكلام ده هنكتبه ازاي؟ برضه هنطبق المبدا بتاع السوبر بوزيشن زي ما احنا متعودين.
ازاي؟ يعني هتعتبر عند كل بورت هتعتبر مثلا هنشتغل بالفولتج، فتعتبر ان الانسنت فولتج هو الاكسايتيشن عند كل بورت. تيجي عند كل بورت تعتبر الاكسايتيشن هو الانسنت فولتج، فمثلا تيجي عند بورت واحد هتقول الانسنت فولتج في واحد بلس ده اكسايتيشن، وفي اتنين بلس ده اكسايتيشن، وفي تلاتة بلس ده اكسايتيشن، وهكذا لحد ال في ان بلس، كل دول اكسايتيشن. طب الريسبونس، الريسبونس هعتبره في واحد ماينس، في اتنين ماينس، في تلاتة ماينس، وهكذا لحد في ان ماينس، هم دول الريسبونس الموجود عند كل بورت. طيب تمام، مفيش اي مشكله خالص. هنطبق مبدا ايه؟ مبدا السوبر بوزيشن. بيقول ايه مبدا السوبر بوزيشن؟ بيقول لو عايز تحسب في واحد خد الافكت بتاع كل واحد من دول على حده. يعني عايز تحسب في واحد اعتبر مثلا ان، عايز تحسب في واحد ماينس يعني ريفلكتد فولتج، اعتبر مثلا ان في واحد بلس فقط هي اللي موجوده، واعمل كيلنج لكل الباقيين اعتبرهم كلهم بزيرو. اتفقنا عشان تعمل كيلنج لكل الباقيين مختلفه شويه عن السيركس اللي احنا متعودين عليها. يعني زمان في السيركس كنت عشان تعمل كيلنج للكرنت سورس كنت بتحط الكرنت سورس باوبن سيركت، بتحط اي بتساوي زيرو. زمان في السيركس عشان تعمل كيلنج للفولتج سورس كنت بتحط الفولتج سورس عباره عن شورت سيركت، انك بتحط الفي بيساوي زيرو. لكن عشان اعمل كيلنج للانسيدنت فولتج من عند اي بورت، عايز عند كل بورت ما يكونش في حاجه راجعه لي، عايز عند كل بورت ما يكونش في حاجه راجعه لي. ممكن يكون في حاجه رايحه بس مش ممكن يكون في حاجه راجعه، والكلام ده ما يحصلش الا لو كانت البورت ماتشد. فمعنى انك انت عايز تقول هنعمل كيلنج لكل السورسز اللي هي الانسيدنت من عند كل بورت، هتخلي الانسيدنت فولتج من عند كل بورت بيساوي زيرو، يبقى تيجي عند كل بورت وتحط ماتشد لود عشان يبقى الانسيدنت فولتج اللي عند كل بورت بيساوي زيرو. والنقطه دي مهمه جدا لان احنا هنستعملها في الكالكوليشنز بتاعتنا، يعني استعملها في الحسابات بتاعتنا. ازاي تخلي عند اي بورت ما فيش انسيدنت فولتج، ولا هتحط اوبن سيركت ولا هتحط شورت سيركت، هتحط ايه؟ هتحط ماتشد لود. ماتشد لود يعني الامبيدنس بتاعته بتساوي كام في النورماليزيشن؟ لو احنا شغالين نورماليزيشن هيبقى الامبيدنس بتاعته بتساوي واحد، اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين، الايكوفالنت ترانسميشن لاين اللي احنا شغالين بيه. فده يخلي لك البورت بتاعتك ايه؟ ماتشد لود، يعني الانسيدنت ما عندها بيساوي زيرو. يبقى كده هاخد الايفكت بتاع في واحد ماينس لوحده. البارامتر اللي بيربط ما بينهم بنرمز له بالرمز اس 1 1، فبيطلع الايفكت الناتج من في واحد ماينس من في واحد بلس لوحده، بيطلع الايفكت الناتج منه عباره عن، بيطلع الايفكت الناتج من في واحد بلس لوحده، الايفكت الناتج منه بيطلع عباره عن بارامتر بنسميه اس 1 1 مضروب في في واحد في واحد بلس. ولو انت خدت بالك واحنا بنعمل السوبر بوزيشن ده، لو انت خدت بالك من الديفينيشن بتاع اس 1 1 حسبناها ازاي؟ اس 1 1 عباره عن الفي 1 ماينس على الفي 1 بلس لما يكون كل البورتس ماتشد، وده الديفينيشن بتاع الانبوت ريفليكشن كوفيشنت بتاع البورت. ده الديفينيشن بتاع الانبوت ريفليكشن كوفيشنت بتاع البورت، اللي هو الريفليكشن اللي جاي من البورت لوحديها من غير ما يكون فيه اي كابل دي سيجنال من اي بورت تاني. فده الانبوت ريفليكشن كوفيشنت بتاع البورت. بعد كده بتاخد الايفكت بتاع البورت اللي جنبها، البورت اللي جنبها مثلا بورت 2، فبتعمل كيلنج لكل الناس، يعني بتعتبر في 2 بلس بس هي اللي موجوده وتحط ماتش لود عند كل البورتس، فيطلع لك كده الايفكت بتاعها عباره عن اس، فيطلع لك الايفكت بتاعها عباره عن اس 2 1 مضروبه في في 2 بلس، وهكذا. طب ليه انا بجمع دول؟ عشان السوبر بوزيشن، باخد الايفكت بتاع كل واحد واروح مجمعهم بالسوبر بوزيشن لحد ما في النهايه اخد الايفكت بتاعهم كلهم لحد اس ان 1 في الفي ان بلس. وهكذا بنعمل الكلام ده في كل البورتس، يعني مثلا في الفي 2 برضه نفس الحكايه، الفي 2 ماينس عباره عن اس 2 1 في في 1 بلس زائد اس 2 2 في الفي 2 بلس، وهكذا لحد اس ان، لحد اس 2 ان في الفي ان بلس، واللي فوق دي اللي هي اس 2 ان اس 1 ان، وهكذا لحد الفي ان، الفي ان ماينس، الفي ان ماينس عباره عن اس ان 1 في الفي 1 بلس زائد اس ان 2 في الفي 2 بلس، وهكذا لحد اس ان ان في الفي ان بلس. وده ديسكريبشن اللي هو باستعمال سكاترنج ماتريكس. خلي بالك احنا عرفنا كده ان اس 1 1 واس 2 2 واس 3 3 لحد اس ان ان هتمثل البورت ريفليكشن كوفيشنت،
السيلف ريفليكشن كوفيشنت بتاع البورد، دي اللي هي العناصر اللي بتكون على الدياجونال في المصفوف تمثل السيلف ريفليكشن كوفيشنت. طب باقي العناصر، باقي العناصر عباره عن الكابل دي سيجنال من بورت لبورت تاني، بنسميها الترانسميشن كوفيشنت او بنسميها الكابلنج كوفيشنت. يبقى من الديسكريبشن ده اقدر اكتب المعادله دي في شكل مصفوف، في شكل مصفوفه هاخد الفيكتور ده كله اللي هو من في 1 بلس لحد في ان بلس، ده اللي احنا بنسميه في بلس، وبناخد الفيكتور ده كله اللي هو من في 1 ماينس لحد في ان ماينس، ده اللي احنا بنسميه في ماينس. وكده انا اقدر اكتب ان الفي ماينس اللي هو كفيكتور بيساوي الفي بلس اللي هو الفيكتور مضروب قبلها في الماتريكس اللي هي الاس اللي احنا بنسميها السكاترنج ماتريكس، الاس اللي احنا بنسميها السكاترنج ماتريكس. السكاترنج ماتريكس اللي هي الكوفيشنتس اللي قدامنا في المعادلات كلها بتمثل السكاترنج ماتريكس ديسكريبشن بتاعي. تمام، ده اخر ما وصلنا المره اللي فاتت، ودي ريفيو سريعه على الديسكريبشنز بتاعه المايكرويف سيركت باستخدام الماتريسيز دي. دلوقتي هنبدا نتكلم بقى في الكلام الجديد بتاع النهارده اللي هو الخصائص بتاعه الزيت ماتريكس والواي ماتريكس والسكاترنج ماتريكس. الخصائص دي علينا عشان خاطر بنستعملها في الكالكوليشنز، يعني لما اجي احسب الماتريكس دي، لما اجي احسب الماتريسيز دي بالنسبه لاي نتورك بحتاج ان انا استعمل الخصائص دي في الكالكوليشنز بتاعتي، لذلك الخصائص دي مهمه. بعض الخصائص منهم علينا الاثبات بتاعها، وبعض الخصائص ما عليناش الاثبات بتاعها. خلاص، الخصائص اللي علينا الاثبات بتاعها، اثباتها هيبقى مهم لان هي بتيجي في الامتحان، فلازم نذاكر الاثبات بتاعها عشان بيجي في الامتحان. اول حاجه نتكلم عن البروبيرتيز بتاعت الزيت ماتريكس والواي ماتريكس، وبعد كده نتكلم عن البروبيرتيز بتاعت السكاترنج ماتريكس عشان هي اللي فيها الاثباتات اللي علينا. اول حاجه البروبيرتيز بتاعت الزيت ماتريكس وبتاعت الواي ماتريكس. تمام، اول حاجه نقولها البروس على الزيت ماتريكس واي ماتريكس، اول حاجه هنقولها فور ريسيبروكال نتورك. فور ريسيبروكال نتورك، ايه معنى كلمه ريسيبروكال نتورك؟ هو في نظريه احنا خدناها زمان في السيركتس بتاعت اللو فريكوانسي اللي خدناها زمان اسمها نظريه الريسيبروسيتي. ونظريه الريسيبروسيتي زمان لما خدناها في سيركتس اولى كانت بتقول لو عكسنا الاكسيتيشن والريسبونس ما بيحصلش اختلاف في النتيجه. يعني لو انت مدخل تيار في مكان وتحسب الفولت في مكان، لو عكست وحطيت التيار في المكان الثاني وحسبت الفولت في المكان الاولاني ما بيحصلش فرق. يعني السيركت نفسها ما بيحصلش فيها فرق لو انت غيرت مكان الاكسيتيشن والريسبونس وقلبتهم مع بعض. لو انت دخلت مثلا كارنت سورس في مكان كاكسيتيشن وبتحسب الاوتبوت فولتج في مكان تاني، رحت عاكس، رحت جيت في المكان التاني ودخلت الكرنت سورس وبتحسب الفولتج ريسبونس في المكان الاولاني، يطلع الناتج هو هو. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده ببساطه معناه لو انت مدخل اكسيتيشن من بورت واحد مثلا وحسبت ريسبونس من عند بورت اتنين، فبتستخدم لو انت شغال بالامبيدنس ديسكريبشن بتستخدم مثلا زيت 2-1. لو انت عكست ومدخل الاكسيتيشن من عند بورت 2 بتحسب ريسبونس من عند بورت 1 وبتستخدم مثلا امبيدنس ماتريكس فبتستخدم البارامتر زيت 1-2. الكلام ده معناه طالما طلع لك نفس الناتج فالكلام ده معناه ان زيت 2-1 هي زيت 1-2. وده بيتحقق بالنسبه لكل البورتس بقى. طالما النتورك بتاعتك ريسيبروكال يعني مش بيفرق انك انت تعكس مكان الاكسيتيشن ومكان الريسبونس تبدلهم مع بعض ما بيحصلش اي اختلاف. فالكلام ده معناه ان كل العناصر اللي هي على الشكل بتاع زيت 1-2 زي زيت 2-1، زيت 1-3 زي زيت 3-1، وهكذا في الواي وكمان في الواقع وهكذا في الاس زي ما هنقول بعد شويه. يبقى ريسيبروكال نتورك بنعرفها منين؟ هي اساسا خاصيه الريسيبروسيتي بتبقى اللي بيخليها موجوده في اي نتورك ان ما يبقاش في ماتيريال او في ديفايس الريسبونس بتاعه بيعتمد على اتجاه الاكسيتيشن. ما بقاش في ماتيريال او ديفايس الاوبريشن بتاعه بيعتمد على اتجاه الاكسيتيشن. الديفايسز الاوبريشن بتاعها ما يعتمدش على اتجاه الاكسيتيشن دول بنسميها ايزوتروبيك ديفايسز او ايزوتروبيك ماتيريالز. فاذا كانت كل المايكرويف ديفايسز معموله من ايزوتروبيك ماتيريالز يعني النتورك نفسها ايزوتروبيك. اول ماتيريالز معنى كلمه ريسيبروكال ان اول ماتيريالز جوه النتورك بتاعتك ار ايزوتروبيك. ايزوتروبيك يعني برضه لو احنا فاكرين من البروبيرتيز بتاعت الماتيريالز في الالكترومغنيتيك ثيوري، معنى ان كل الماتيريالز ايزوتروبيك يعني الابسلون والميو بتوع الماتيريال ار نوت ماتريسيز، مش تنسورز يعني.
يعني الماتيريال بتاعتك لو كانت انايزوتروبيك بيبقى الابسلون عباره عن ماتريكس وتبقى الميو عباره عن ماتريكس، زي ما نشوف ان شاء الله قدام في حاجه اسمها الفيرايت. الفيرايت عباره عن انايزوتروبيك ماتيريال، وهنستنتج الميو بتاعته اللي هي التنسور بيرميابيليتي بتاعته، وهنستنتج قيمتها بتساوي كام، بس الكلام ده قدام شويه. بس اذا كانت الماتيريالز كلها ايزوتروبيك بتبقى الابسلون ميو مش ماتريكس، بتبقى عباره عن سنجل تيرم يعني حد واحد مش ماتريكس. ممكن تكون كونستانت، ممكن تكون فاريبل، ممكن تكون ريال، ممكن تكون كومبلكس، ممكن تكون اي حاجه من دول، بس ما تكونش ماتريكس. بس ما تكونش ماتريكس، ساعتها بيكون النتورك بتاعتك ريسيبروكال. ريسيبروكال بتلاقي الماتريسيس كلها بتحقق خاصيه ان اس اي جي بيساوي اس، ان بتحقق خاصيه ان زد اي جي بيساوي زد جي اي، يعني العناصر اللي حوالين الدياجونال بتساوي بعضيها. العناصر اللي حوالين الدياجونال بتساوي بعضيها، يعني مثلا زد جي K بيساوي Z K J 4 K لا تساوي J، ونفس الكلام متحقق لل Y، Y J K بيساوي Y K J 4 K لا تساوي J، ونفس الكلام متحقق في ال S في ال Scattering Matrix، بس أنا خصاص ال Scattering Matrix هقولها كلها مع بعضيها قدام. تمام؟ لما المصفوفة تحقق الكلام ده، الكلام ده ممكن نكتبه في شكل معادلة مصفوفة. يتكتب ازاي؟ بنقول عناصر حوالين الدياجونال المتماثله، يعني لو دورت المصفوفه بتطلع زي نفسها تاني. لو عملت عمليه روتيشن، روتيشن يعني جبت الترانسبوز، يعني جبت ترانسبوز، فيطلع الزد ترانسبوز بيساوي زد، ويطلع الواي ترانسبوز بتساوي واي كماتريسيز. وهنا بنقول ان الماتريكس نفسها سيمتريك ماتريكس. الماتريكس نفسها ايه؟ سيمتريك ماتريكس. ليه سيمتريك ماتريكس؟ علشان النتورك نفسها ريسيبروكال نتورك، فالماتريكس سيمتريك ماتريكس. سيمتريك ماتريكس وليست سيمتريك نتورك. سيمتريك نتورك دي حاجه تاني، ودي الخاصيه اللي احنا هنقولها دلوقتي. في حاجه بقى اسمها السيمتريك نتورك، حاجه اسمها الايه؟ السيمتريك نتورك، مش سيمتريك ماتريكس، السيمتريك نتورك. يعني ايه سيمتريك نتورك بقى؟ سيمتريك نتورك يعني ببساطه لما تيجي تبص للنتورك من اي بورت تشوف نفس الحاجة. لما تيجي تبص للنتورك من أي بورت بتشوف نفس الحاجة. ده معنى كلمة إن النتورك بتاعتك سيمتريك، تبص لها من أي بورت تشوف نفس الحاجة. فالبورتز كلها زي بعضيها. البورتز كلها زي بعضيها يبقى السيلف بارامترز زي بعضيها. السيلف بارامترز اللي هي مين؟ اللي هي البارامترز اللي على الدياجونال، اللي هي زيت 1-1، زيت 2-2، زيت 3-3، أو واي 1-1، واي 2-2، واي 3-3 وهكذا. يعني الإنبوت إمبيدنس من أي بورت متساوي، الانبوت ادميتنس من اي بورت متساويه، وفي الواقع الانبوت ريفليكشن كوفيشنت من اي بورت هو كمان متساوي. يعني برضو في السكاترنج ماتريكس هتلاقي برضو العناصر على الدياجونال متساوي. يبقى ده في السيمتريك نتورك. يبقى في السيمتريك نتورك بيحصل ان كل بورت زي بعضيها، كل بورت زي بعضيها، يعني زيت 1-1 بتساوي زيت 2-2 بتساوي زيت 3-3 وهكذا لحد زيت NN، و واي 1-1 بتساوي واي 2-2 بتساوي واي 3-3 وهكذا لحد واي ان ان. يبقى تخلي بالك من الكلمتين دول عشان غير بعض، اللي هما سيمتريك نتورك وسيمتريك ماتريكس. هنا الكلمه اسمها سيمتريك ماتريكس. امتى بتكون الماتريكس سيمتريك؟ يعني الترانسبوز بيساوي الماتريكس، الترانسبوز بيساوي الماتريكس لو كانت النتورك بتاعتك ريسيبروكال. اما لو كانت سيمتريك نتورك فده معناه ان العناصر اللي على الدياجونال متساويه. ده معناه ان العناصر اللي على الدياجونال متساوي. طيب ثالث خاصيه، الخاصيه دي زي ما انت شايف مش محتاجه اثبات، ان هي سهله، وطالما سهله بالمنظر ده واحنا متوقعينها فمش محتاجه اثبات. الثالث خاصيه لما تكون النتورك بتاعتك لوسلس. لما تكون النتورك بتاعتك لوسلس، اخذنا السيمتريك نتورك، تعال نشوف لما تكون النتورك بتاعتنا لوسلس. ودي احنا عارفينها من دراستنا لللو فريكوانسي سيركتس. لما تكون النتورك بتاعتنا لوسلس، لما تكون النتورك بتاعتنا لوسلس احنا عارفين من دراستنا لللو فريكونسي سيركتس الامبيدنس لما يكون ما فيهاش لوسز، يعني ما فيهاش مقاومه، ما فيهاش جزء حقيقي. احنا عارفين الامبيدنس مثلا من زمان، احنا عارفين كده في السيركتس العاديه في اللو فريكونسي سيركتس ان الامبيدنس اللي هي الزد عباره عن جزئين ار زائد جي اكس. تمام؟ الار اللي احنا بنسميها ايه؟ الجزء الريال، والجي اكس الاكس احنا بنسميها الجزء الرياكتيف، الجزء الايماجينري. اللوسز في الامبيدنس بتيجي فين او بتروح فين؟ تروح في الريزيستنس في الجزء الريال. فلو كانت الامبيدنس بتاعتك لوسلس يعني بتخزن الانرجي بس، يعني بيور اندكتيف او بيور كاباسيتيف، ما بقاش فيها جزء بتاع الار، يبقى الار بيساوي صفر، يعني تبقى بيور ايماجينري.
سواء في الامبيدنس او في الادميتنس، تبقى الادميتنس بيور ايماجينري والميدنس بيور ايماجينري. نفس الكلام هنا برضه، ما هو هنا الديسكريبشن بتاع الاسكات بتاع الامبيدنس ماتريكس والادميتنس ماتريكس زيه زي اللو فريكونسي، ما فيهوش اختلاف، وعشان زيه زي اللو فريكونسي فهتلاقي نفس البروبابيلتي دي موجوده. لو كانت النتورك بتاعتك لوس ديس نتورك فبتلاقي الزيت ماتريكس والواي ماتريكس هما الاثنين بيور ايماجينري، بتلاقي الزيت ماتريكس وبتلاقي الواي ماتريكس هما الاثنين ار بيور ايماجينري. انا الى حد كبير براي احط خطين تحت علامه الزيت، تحت كلمه الزيت وتحت كلمه الواي. ليه؟ عشان تعرف ان دي ماتريكس مش بارامتر واحد، تعرف ان دي ماتريكس ان دي ماتريكس. فالزيت ماتريكس كلها والواي ماتريكس كلها هتبقى عباره عن ايه؟ بيور ايماجينري. طبعا في خاصيه واضحه او في علاقه واضحه بين الزيت والواي، وزي هنقولها قدام واحنا بنتكلم عن العلاقات اللي تربط الماتريكس ببعضها، ان الزيت والواي هما الاثنين انفيرس لبعضهم، ودي واضحه جدا من خلال المعادلات اللي احنا كتبناها. هنتكلم دلوقتي على البروبابيلتيز بتاعه السكاترنج ماتريكس، ان دي اللي هي مهمه جدا وفيها خاصيه الاسباب بتاعها علينا وبيجي في الامتحان. هنتكلم على البروبابيلتيز بتاعه السكاترنج ماتريكس، تمام؟ نتكلم على البروبابيلتيز بتاعه السكاترنج ماتريكس. اول حاجه في حاجتين احنا قلناهم واحنا شغالين، قلنا في سكاترنج ماتريكس زي الزيت ماتريكس ولا ماتريكس بالظبط. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجه لما تكون النتورك بتاعتك ريسيبروكال، ريسيبروكال نتورك، بتكون الماتريكس بتاعتنا سيمتريك. سيمتريك يعني اس ترانسبوز بتساوي اس، دي بنسميها سيمتريك ماتريكس، واكتبها لك باللون الاخضر سيمتريك ماتريكس. تاني خاصية لما تكون النتورك بتاعتنا سيمتريك نتورك، سيمتريك نتورك، بتكون العناصر اللي على الدياجونال كلها متساوية، يعني اس واحد واحد بتساوي اس اتنين اتنين بتساوي اس تلاتة تلاتة وهكذا لحد اس انين. هنا بقى نخش في الخاصية رقم تلاتة، الخاصية رقم تلاتة بتاعت اللوسلس نتورك. في اللوسلس نتورك بتكون الزيت ماتريكس بيرو ايماجينري والواي ماتريكس بيرو ايماجينري. طب والسكاترنج ماتريكس في اللوسلس نتورك بشكلها ازاي؟ هنتكلم عليها دلوقتي بعد شويه. انت ليه مهتم باللوسلس نتورك؟ عشان كتير جدا في الابلكيشنز بتاعتنا بتبقى النتورك بتاعتنا لوسلس. طبعا مش لوسلس بيور، يعني مش اللوسلس بتساوي صفر بنسبه 100%، لا، بس بتبقى اللوسلس ممكن نعمل لها نجلكت، يعني ممكن نهمل اللوسلس. فاذا كانت في النتورك بتاعتنا ممكن نهمل اللوسز، يبقى نستخدم البروبيرس بتاعت اللوسز نتوركس، بتسهل علينا الحل. زي ما احنا متعودين في الترانسميشن لاين من زمان، في سنه ثانيه كنا دايما بنتعامل مع اللوسز ترانسميشن لاين. طبعا مش ترانسميشن لاين ما بقاش زيرو لوس براكتيكالي، بس بيبقى اللوس بتاعته قليله خالص، يبقى نجلكتك تماما يعني ملهاش اي لازمه، فبنعتبر الترانسميشن لاين لوسز لاين. عشان كده بنهتم كتير بالبروبيرس بتاعت اللوسز نتوركس، لان احنا بنستعملها كتير في الايه؟ في البراكتيكال ابلكيشنز يعني. قبل ما اخش على سكاترنج ماتريكس بتاعت اللوسلس نتورك انبه على تنبيه، لما تكون النتورك بتاعتي ماتشد، لما تكون النتورك بتاعتي ماتشد نتورك، يعني ايه ماتشد نتورك؟ يعني ايه ماتشد نتورك؟ معنى كلمه ماتشد نتورك يعني مفيش سيلف ريفليكشن من اي بورت، يعني مفيش سيلف ريفليكشن من اي بورت، يعني اي بورت يبقى فيه عندها ريفليكتد ويف، ده مش جايه بسبب ريفليكشن من البورت نفسها، البورت نفسها ماتشد. تاني الكلام ده معناه ان اي بورت يحصل عندها ريفليكشن، ده مش جاي من البورت نفسها، البورت نفسها ماتشيت. امال الريفليكشن جاي من فين؟ جاي من الاكسايتيشنز اللي جايين من حته تاني، عباره عن كابل دي سيجنال، كابل دي سيجنال جايه من باقي البورتس، كابل دي سيجنال جايه من باقي البورتس مش جايه من نفس البورت. وبالتالي لو حسبت ريفليكشن كوفيشنت، السيلف ريفليكشن كوفيشنت بتاع اي بورت لوحديها هتلاقيه بيساوي صفر، يعني هتلاقي العناصر اللي على الدياجونال كلها باصفار، هتلاقي اس 1 1 واس 2 2 واس 3 3 كلهم اصفار، يعني اس كي كي بتساوي 0 4 كي من 1 لغايه ان. الكلام ده لو كاتب نتورك بتاعتك ماتشد نتورك، هيبقى السيلف ريفليكشن كوفيشنت بيساوي 0، تمام؟ هندخل دلوقتي في البروبيريتي بتاعت النتورك لما تكون النتورك بتاعتي لوس لس. هنشوف يحصل ايه لما تكون النتورك بتاعتي لوسلس، تمام؟ وشكل البروبيرتي بتاعت السكاترنج ماتريكس بيكون ازاي؟ والاستنتاج بتاعها، لان هو بيجي عندنا في الامتحان. طيب لما تكون النتورك بتاعتك لوسلس نتورك، لما تكون النتورك بتاعتك لوسلس نتورك بتحقق البروبيرتي دي،
بالنسبة للسكاترينج ماتريكس لو كانت لوسلس نتورك بتحقق ان الاس اتش مضروبة في الاس بتساوي يو، بتحقق ان الاس اتش مضروبة في الاس بتساوي يو. طيب مين الاس اتش ومين اليو؟ مين الاس اتش؟ الاتش ده اللي احنا بنسميه الهرميشيان، الهرميشيان اللي هو عبارة عن الكونجيكت والترانسبوز في نفس الوقت. يعني الاس هرميشيان ده عشان خاطر ممكن يكون رمز جديد علينا، الاس هرميشيان عبارة عن الاس كونجيكت ترانسبوز او ترانسبوز كونجيكت، مش هيفرق لو انت بدلت العمليتين. مين الماتريكس اللي هي اليو؟ عبارة عن الايدنتيتي ماتريكس. ايدنتيتي ماتريكس اللي هي مصفوفة الوحدة، مصفوفة الوحدة ما بتبقاش كلها وحايد، مصفوفة الوحدة بتبقى كلها اصفار بفيها وحايد على الدياجونال بس. مصفوفة الوحدة ما بتبقاش كلها وحايد، بتبقى كلها اصفار بفيها وحايد على الدياجونال بس. البروف بتاع الموضوع ده علينا عشان خاطر بيجي في الامتحان، وهو اللي بيجي في الامتحان مش بيقول لك اثبت الحته اللي فوق دي، لا بيبقى الحته اللي فوق دي الاثبات بتاعها جزء من اثبات تاني طويل يعني، فالمطلوب في الامتحان يبقى اثبات طويل، والاثبات بتاع الحته اللي فوق دي يبقى جزء من الاثبات الطويل ده، فعشان كده لازم ناخده. تمام. طيب هنثبت الكلام ده ازاي؟ هنقول عند اي بورت من البورتس عشان تقول ان النتورك بتاعتك لوسلس، في النتورك كلها عشان تقول النتورك بتاعتك لوسلس لازم يكون الانبوت باور بتساوي الاوتبوت باور، عشان تقول ان لوسلس نتورك لازم يكون الانبوت باور بتساوي الاوتبوت باور. يعني ايه انبوت باور اوتبوت باور؟ اقصد بالانبوت باور اللي هو الانسيدنت، الانسيدنت باور، ولو تبقى اقصد بها ايه؟ الريفليكتد باور. الانسيدنت باور دي اللي هي الباور اللي داخله للنتورك، فلازم تكون الباور اللي داخله للنتورك انسيدنت بتساوي الريفليكتد اللي راجعه من النتورك، ان ترمز اوف سكاترنج ماتريكس، التيرمز اوف سكاترنج بارامترز، ده يقول لك ان مفيش اي لوسز بتحصل في النتورك بتاعتك. طيب الانسيدنت باور عند اي بورت بتجيب ازاي؟ انت معاك فولت وكرنت، فالانسيدنت باور هتبقى عباره عن الفي بلس مضروبه في الاي بلس كونجيجيت، خلاص، وكمان مضروبه في نص، دي هي الانسيدنت باور، في بلس مضروبه في الاي بلس كونجيجيت مضروبه في نص. تمام. طبعا احنا عارفين المعادله دي بتاعت الباور هي معادله الباور اللي احنا اخدناها زمان في السيركتس، هي عباره عن معادله باور احنا اخدناها زمان خالص في السيركتس. تمام. بنضرب الفولت، الفيزور بتاع الفولت اللي هو الفي في الفيزور بتاع الكرنت اللي هو الاي، وناخد الكونجيجيت بتاعه. تمام. يطلع لك على طول الباور شكلها ازاي اللي هي الانسيدنت باور. خد بالك انا هنا مش محتاج اخد الريال باور، ليه؟ عشان خاطر احنا متعودين طبعا عشان نجيب الريال باور، الريال باور بتجيب ان احنا بناخد الريال بارت بتاع الباور دي اللي هي الكومبلكس باور، يعني الباور المعادله اللي نكتبها قدامك دي عباره عن الكومبلكس باور المفروض، والريال بارت بتاع اللي هو الاكتف باور، والايماجينري بارت بتاع اللي هو الرياكتف باور. مش محتاج اخد الريال بارت عشان خاطر اللي بربطه الفي بلس بالاي بلس اللي هو الكاركترستيك امبيدنس بتاعت البورت، والكاركترستيك من بتاعت البورت بتساوي واحد، هي اصلا بيور ريال، فانت مش محتاج انك انت تربط انك انت تاخد الريال بارت. يبقى عندك كده نص الفي بلس في الاي بلس كونجيجيت اللي هي الانسنت باور عند اي بورت، عند اي بورت منهم بتساوي الريفلكتد باور عند نفس البورت اللي هي عباره عن نص، او بتساوي الريفلكتد باور اللي هي عباره عن نص الفي ماينس في الاي ماينس كونجيجيت. المعادله دي مش دي المقصوده على فكره، المعادله دي مش دي المقصوده، هي المعادلة دي ناحية الشمال ده يمثل الانسيدنت باور، وناحية اليمين ده يمثل الريفليكتد باور. مش شرط الانسيدنت باور عند بورت بتساوي الريفليكتد باور عند نفس البورت، لا مش ده المقصود. أمال إيه المقصود؟ المقصود إن إحنا لو جمعنا الانسيدنت باور في كل البورتس، يعني خدنا سميشن على الكلام ده حيث الكي من واحد لحد ان، كده إحنا جمعنا الانسيدنت باور عند كل البورتس، بتساوي الناحية التانية مجموع الريفليكتد باور عند كل البورتس. مجموع الريفلكتد باور في كل البورتس، يس السميشن برضو على كي او على جي مثلا، والجي بتاعتك من واحد لان، يبقى مش المقصود ابدا، مش المقصود ابدا ان الانسيدنت باور عند نفس البورت بتساوي الريفلكتد باور عند نفس البورت،
يعني مش هاجي عند بورت واحد واقول لازم يكون اللي داخل عند واحد زي اللي طالع عند واحد، لا. وما ده المقصود، مقصود ان في النتورك كلها كل اللي دخل يساوي كل اللي طلع في النتورك كلها. ولذلك انا عملت سميشن، يعني جمعت الانسيدنت بار في كل النتورك وساويتها بالريفليكتد بار في كل النتورك. المعادله اللي ناحيه الشمال والمعادله اللي ناحيه اليمين ممكن تتكتب في صوره فيكتور، ممكن تتكتب في صوره فيكتور، يعني ممكن تتكتب فيكتوريكالي في صوره فيكتور. طيب لما نيجي نكتبها في صوره فيكتور نكتبها ازاي في صوره فيكتور؟ انت عايز المجموع اللي ناحيه الشمال ده بتجمع مثلا في 1 بلس في الاي 1 بلس كونجكت بتاع كده، زائد في 2 بلس في 2 بلس كونجكت، زائد في 3 بلس في 3 بلس كونجكت. اول حاجه طبعا انا هشطب النص مع النص، هشطب النص مع النص، وعشان اعمل الضربايه دي هستخدم ضرب الفيكتورز. ازاي؟ هقول مثلا انا بضرب في 1 بلس بضربها في اي 1 بلس كونجكت في 2 بلس في اي 2 بلس كونجكت وهكذا لحد في ان بلس في اي ان بلس كونجكت. وده اللي هو ضرب الفيكتورز وانت عامل واحد منهم في شكل صف والتاني في شكل عمود. فدي المعادله بتاعت السميشن ناحيه الشمال. دول لما نيجي نضربهم نضرب ازاي؟ نضرب الاولاني في الاولاني، الفي 1 في الاي 1، الصف ده لما يجي يتضرب في العمود، في 1 في الاي 1، في 2 في الاي 2، في 3 في الاي 3 وهكذا. تمام؟ الفيكتور لما تكتبه على شكل صف زي المعمول ناحيه الشمال ده يبقى انت كده عملت له ترانسبوز، لان الفيكتور اصلا بيبقى كولوم بيبقى شرو، فانت كده كانك عملت له ترانسبوز، يبقى ده عباره عن الفي بلس ترانسبوزد. تمام؟ والثانيه دي اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن الاي بلس كونجكت، كونجكت بتاع اي بلس. يبقى اذا انا ممكن اكتب المعادله بهذا الشكل، المعادله اللي انا كنت كاتبها الصفحه اللي فاتت ممكن اكتبها بهذا الشكل، اكتبها في بلس ترانسبوز مضروبه في اي بلس كونجكت. طبعا النص هشطبه مع النص، الكلام ده بيساوي الناحيه الثانيه الفي ماينس ترانسبوز في الاي ماينس كونجكت. تمام؟ يبقى دي المعادله انا بقى هكمل عليها. هقول انا كده الكونديشن بتاع ان النتورك بتاعتي تكون لوسلس لازم تكون الانسيدنت بار سواء ريفليكتد بار، وبالتالي استنتجت منها ان الفي بلس ترانسبوز في الاي بلس كونجكت لازم تساوي الفي ماينس ترانسبوز في الاي ماينس كونجكت. وبعد كده هبدا استخدم النورماليزيشن. النورماليزيشن بتاعي، النورماليزيشن بتاعي اللي هو بيقول ان الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي بتساوي 1. بما ان كاركترستيك امبيدنس بتساوي 1 يعني هاجي كده اقول ديو تو نورماليزيشن، ديو تو نورماليزيشن علشان الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي بتساوي 1، فالكلام ده معناه ان الفي بلس بتساوي الاي بلس. طبعا انا بطلت احط علامه الفيكتور على اساس انك انت فاهم، يعني المفروض كل واحده من دول هحط علامه الفيكتور، علامه الفيكتور، علامه الفيكتور، علامه الفيكتور، بس خلاص يعني كده هيبقى الموضوع ممل، فانت واخد بالك ان احنا بنتكلم بفيكتورز وبماتريسيز خلاص. فكده هيبقى في بلس بيساوي الاي بلس هستعملها من نورماليزيشن، والفي ماينس بتساوي الاي ماينس هعوض في المعادله اللي فوق، فيبقى في بلس ترانسبوز في في بلس كونجكت بتساوي في ماينس ترانسبوز في الفي ماينس كونجكت. تمام كويس. طيب هنكمل ازاي؟ ممكن بقى ندخل الهرميشن في الموضوع، ناخد الترانسبوز بتاع المعادلتين، ناخد الترانسبوز بتاع المعادلتين. لما ناخد الترانسبوز بتاع المعادلتين دول هناخد الترانسبوز بتاع المعادله الشمال والمعادله اليمين، بالطرف الشمال والطرف اليمين، ناخد ترانسبوز الطرفين، ناخد الترانسبوز بتاعتي بيساوي الترانسبوز بتاعتي. لما ناخد الترانسبوز، الترانسبوز بيدخل وبيقلب، فيدخل على الاولانيه في الاول ويجيبها في الاول، تبقى في بلس كونجكت ترانسبوز مضروبه في الفي بلس عشان ترانسبوز وترانسبوز يروحوا مع بعض، يساوي الفي ماينس كونجكت ترانسبوز مضروبه في الفي ماينس. طبعا الكونجكت ترانسبوز اللي هو الهرميشيان، يبقى كده الفي اتش في الفي بلس بتساوي الفي الفي اسف الفي بلس اتش في الفي بلس بتساوي الفي ماينس اتش في الفي ماينس. يبقى الفي بلس هرميشيان في الفي ماينس في الفي بلس يساوي الفي ماينس هرميشيان في الفي ماينس. هنودي طرف ال هنودي واحد من الطرفين الناحية اللي هناك، يبقى عندي كده الفي ماينس هرميشيان في الفي ماينس ناقص الفي بلس هرميشيان في الفي بلس بيساوي صفر. ونبدأ نعوض
وهنبدأ نعوض. هنعوض عن مين؟ هنعوض عن الفي ماينس. هنقول الفي ماينس بيساوي السكاترنج ماتريكس مضروبة في الفي بلس. في ماينس بيساوي سكاترنج ماتريكس مضروبة في الفي بلس. ونعوض بيه في المعادلة اللي فوق. لما نعوض بيه في المعادلة اللي فوق يبقى نشيل الفي ماينس ونحط مكانه السكاترنج ماتريكس في الفي بلس. كده يبقى الكل ده هرميشيان. ونشيل الفي ماينس ونحط مكانه السكاترنج ماتريكس في الفي بلس. ناقص الفي بلس هرميشيان في الفي بلس بيساوي صفر. الهرميشيان لما يدخل يقلب زي الترانسبوز وزي الانفيرس، لما يدخل على حاجه يقلبهم يقلب ترتيب المصفوفات. يبقى الفي بلس هرميشيان في الاس هرميشيان في الاس في الفي بلس ناقص الفي بلس هرميشيان في الفي بلس بيساوي صفر. كده ممكن اخد عامل مشترك عباره عن الفي بلس هرميشيان اللي هو تحتيه خط احمر ده، ممكن اخده عامل مشترك من ناحيه الشمال، ممكن اخد عامل مشترك من ناحيه الشمال. لما اخد عامل مشترك من ناحيه الشمال هيطلع معايا ايه؟ بص كده، هاخده عامل مشترك من ناحيه الشمال يطلع معايا ايه؟ ادي في بلس، في بلس هرميشيان. هيتبقى لي هنا الاس هرميشيان في الاس في الفي بلس، ده هتتبقى من الاولانيه. الثانيه هيتبقى منها الفي بلس، يبقى الكلام ده بيساوي صفر. طبعا في حاجه من الاثنين، يا اما الفي بلس هرميشيان بزيرو يا اما القوس بيساوي زيرو. ما ينفعش في بلس هرميشيان بيساوي زيرو، يبقى ده تريفيال، ده انت مش مدخل اكسايتيشن، يبقى القوس هو اللي بيساوي زيرو. يبقى اس هرميشيان في الاس في الفي بلس ناقص الفي بلس بيساوي زيرو. كده ممكن ناخد الفي بلس عامل مشترك من ناحيه اليمين، يبقى الاس هرميشيان في الاس ناقص اليو، الكلام ده مضروب في الفي بلس بيساوي زيرو. طبعا لما نيجي ناخد عامل مشترك في جبر المصفوفات لازم تفرق معانا انت بتاخده من اليمين ولا من الشمال، دي حاجه لازم ناخد بالنا منها. يعني ده كان مضروب من ناحيه اليمين فهاخد عامل مشترك من ناحيه اليمين، فاتجاه الضرب بيفرق في المصفوفات. طبعا طبعا الفي بلس برضه ما يساويش صفر، يبقى اكيد القوس هو اللي بيساوي صفر. يعني اس هرميشيان في الاس ناقص اليو بيساوي زيرو، يعني اس هرميشيان في الاس بيساوي يو، وده الاثبات المطلوب. الاثبات ده اؤكد ان مش هو اللي بيجي في الامتحان بيقول لك اثبت الاثبات ده زي ما هو كده بالظبط، امال ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجي في الامتحان؟ اللي بيجي في الامتحان اثبات بيبقى الجزء اللي احنا اثبتناه ده بيبقى حته منه، حته منه بحتاج ان انا استعمله في الامتحان. تمام. طيب البروبيريتي اللي انت قلتها لنا دي لما تكون النتورك بتاعتك لوسلس، يبقى اذا اللوسلس نتورك بتحقق الخاصيه دي في السكاترنج ماتريكس، ان بتكون السكاترنج ماتريكس بتاعتها بتحقق ان اس هرميشيان في الاس بيساوي يو. في حته زياده عليها مهمه عشان هنستعملها برضو في اثبات ثانيه قدام، لو كانت النتورك مش لوسلس بس، لو كانت لوسلس وريسيبروكال في نفس الوقت، لو كانت لوسلس وريسيبروكال في نفس الوقت، لو كانت النتورك فور لوسلس ريسيبروكال نتورك، وده بيحصل كتير برضو. يعني كتير جدا بتكون الديفايسز بتاعتك ريسيبروكال، ريسيبروكال يعني ما فيهاش انايزوتروبيك ماتيريال. قليل مثلا ما بنستعمل ماتيريال زي الفرايت او زي البلازما، اللي هي الماتيريال زي بيكون الميو بتاعتها والابسو بتاعتها عباره عن تنسور او عباره عن ماتريكس. فكتير جدا بتبقى الديفايسز بتاعتك ريسيبروكال نتورك عشان خاطر الديفايسز بتبقى كلها ايزوتروبيك ديفايس. فلو كانت النتورك ريسيبروكال وفي نفس الوقت لوسلس، هو كونها لوسلس هيخلي الخاصيه بتاعت الاس اتش في الاس بتساوي يو تتحقق. طيب وكونها ريسيبروكال، ريسيبروكال لسه قايلين بتخلي النتورك بتاعتك الماتريكس بتاعتها سيمتريك، يعني اس ترانسبوز بتساوي الاس. وبالتالي ممكن اجي في المعادله دي واطبق الكلام ده ازاي؟ هو الهرميشيان هقدر افكه عباره عن اس ترانسبوز، والترانسبوز ده واخد له الكونجكت مضروبه في الاس بتساوي يو. طالما اس تي بتساوي اس، اس ترانسبوز بتساوي اس عشان خاطر دي ريسيبروكال نتورك، يبقى اقدر اشيل اس ترانسبوز واحط مكانها اس، يبقى اس كونجكت في الاس بتساوي يو. يبقى امتى الاس كونجكت في الاس هتساوي يو؟ لو كانت النتورك بتاعتك محققه شرطين مع بعض. شرطين يعني ايه؟ اللي هما مين؟ اللي هما ان النتورك بتاعتك تكون لوسلس وفي نفس الوقت ريسيبروكال نتورك. وده اللي هنعوزه بقى، ده اللي احنا هنتكلم عنه في الجزء الثاني من السكشن دلوقتي، او في الجزء الثاني اللي هو المطلوب من السكشن دلوقتي. الجزء الثاني المطلوب او الجزء الثالث ده اللي هو ثاني حاجه جديده النهارده، اللي هو ان انت تجيب السكاترنج ماتريكس بتاعت سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك. يبقى احنا خلصنا النقطه رقم 2،
اللي هي البروبرتيز بتاعت الزيت ماتريكس والماتريكس والسكاترنج ماتريكس. خلصنا الخصائص بتاعت الماتريسيز. تعال نتكلم على ازاي نستنتج السكاترنج ماتريكس بتاعت سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك. تمام، ازاي نستنتج السكاترنج ماتريكس بتاعتها؟ ده نتكلم عليه دلوقتي. سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك ازاي نشوف لها السكاترنج ماتريكس؟ ودي اللي هي ابسط شكل من اشكال ال النتوركس تقريبا. تمام، ابسط شكل تقريبا من اشكال النتوركس اللي احنا هنجيب له سكاترنج ماتريكس بتاعته. طيب كده خلصنا البروبرتس، ونبدا نشوف ازاي نحسب السكاترنج ماتريكس بتاع الشكل. طيب نركز كده، المعتاد ان انت لما تيجي تحسب السكاترنج ماتريكس من الديفينيشنز هتطبق الديفينيشنز اللي احنا عارفينها. لما تيجي تجيب اس واحد واحد مثلا هتروح جايب في واحد ماينس على في واحد بلس لما تكون كل البورتس ماتشد وهكذا. طبيعي لما يكون عندك تو بورت نتورك وانت عايز تجيب لها السكاترنج ماتريكس، طبيعي السكاترنج ماتريكس بتاع التو بورت نتورك هيبقى فيها اربع مجاهيل، اربع بارامتر. هيبقى شكلها ازاي؟ هتبقى السكاترنج ماتريكس بتاع التو بورت اللي هي ابسط حاجه، يعني بنبدا بامثله بابسط حاجه. السكاترنج ماتريكس بتاعتها هتبقى عباره عن اربع بارامتر: اس 1 1 اس 1 2 اس 2 1 اس 2 2. بالتالي البروبلم بتاعتك هيبقى فيها اربع مجاهيل. كل مجهول من دول ممكن يتحسب من الديفينيشن، من الديفينيشن ومعلوميه الاستراكشر بتاعت النتورك. الاستراكشر بتاعت النتورك ممكن تبقى بسيطه خالص، يعني شويه حاجات بسيطة تتحل بالترانسميشن لاين مثلا، ممكن تكون الاستراكشر معقدة. يعني ممكن تكون فيها مثلا ويف جايد ويف جايد تاني، خلاص؟ اتنين ويف جايد داخلين في بعضيهم في شكل تو بورت نتورك، وبالتالي لما تيجي تحسب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت هتحل المسألة بالويف. يعني تروح تجيب الويف وتروح تحاول تجيب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت من البورت الأولانية والانبوت ريفليكشن كوفيشنت من البورت التانية، وتجيب الكابلنج كمان، تجيب اس 1 2 واس 2 1 الناتج من كل بورت عند البورت التاني. وده بيكون صعب شوية. لكن ايه فايدة الخصائص اللي احنا درسناها اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي؟ فايدة الخصائص انها ممكن تسهل عليك الكالكوليشنز خالص، زي ما نشوف في البروبلم اللي تحت ايدينا دي، اللي هي ابسط بروبلم، اللي هي حاجة بسيطة جدا: سيمتريك ريسيبروكال تو بورت نتورك. ازاي الخصائص ممكن تسهل علينا الكالكوليشنز؟ هنشوف. اول حاجة نعملها باستخدام الخصائص ان احنا ممكن نقلل عدد الفاريابلز، نقلل عدد الحاجات اللي احنا عاوزين نحسبها. ازاي؟ انت بتقول النتورك بتاعتك ريسيبروكال وسيمتريك، فيها خاصيتين متحققين، ان هي سيمتريك وريسيبروكال. سيمتريك يبقى اذا البورت زي بعضيها، يعني لما تيجي تبص للنتورك من اي بورت تلقى نفسك شايف نفس الحاجه تقريبا، يعني شايف نفس الانبوت ريفليكشن كوفيشنت. وبالتالي طالما النتورك بتاعتك سيمتريك يبقى عشان سيمتريك نقدر نقول ان اس 1 1 بتساوي اس 2 2 عشان سيمتريك نتورك. علشان سيمتريك نتورك. وطالما النتورك بتاعتك ريسيبروكال يبقى نقدر نقول ان السكاترنج ماتريكس نفسها سيمتريك. يعني اس 1 2 بتساوي اس 2 1. يبقى دي سيمتريك ماتريكس عشان النتورك بتاعتك ريسيبروكال. يبقى كده اصبحت اس 1 2 بتساوي اس 2 2 واس 2 1 بتساوي اس 1 2. فبدل ما كان عندك في المساله بتاعتك اربع متغيرات محتاج تحسبهم، اديك استفدت اول فايده، اصبح عندك حاجتين اتنين بس مجاهيل محتاج تحسبهم. وبالتالي ممكن نبدا نغير الشكل بتاع السكاترنج ماتريكس، بدل ما كانت مكتوبه في شكل اربع متغيرات ممكن نقول الاس بتساوي عباره عن اس 1 1 اس 1 2 اس 1 2 اس 1 1. كده انا سهلت على نفسي، بدل ما ادور على اربع مجاهيل ادور على مجهولين اتنين بس. طيب لما نيجي نحل بنعمل ايه؟ هل بنروح نجيب الاس 1 1 من الديفينيشن بتاعه اللي هو نخلي بورت 2 ماتشد
ونقعد نحسب الامت ريفليكشن كوفيشنت ونجيب اس 1 2 من الديفينيشن بتاعه اللي هو نخلي البورت برضو ماتشد ونروح نجيب بالكابلنج بين الاثنين بورتس. يعني ده اخلي مثلا بورت 1 ماتشد واجيب بعد كده ريفليكتد عند بورت 2. طبعا الموضوع ده مبقاش سهل تمام، لا احنا بنستعمل طريقه ثانيه اسمها طريقه الايفن مود والاود مود اوف اكسايتيشنز، بنستفيد منها من في السيمتريك نتوركس. لو عندي سيمتريك نتورك زي المساله دي زي اللي احنا بنحل فيه دلوقتي، لو عندك سيمتريك نتورك ممكن تقدر تحسب بسهوله السكاترنج ماتريكس باستخدام حاجه اسمها الايفن مود والاود مود اوف اكسايتيشن. طيب تعال نرسم رسمه تعبيريه كده تعبر عن التو بورت سيركت اللي احنا بنشتغل عليها، التو بورت انتوا كنا بنشتغل عليها. هي نتورك بستراكشر معينه بغض النظر عن الاستراكشر، وادي بورت وادي بورت، ودي بورت ده التيرمينال بلين بتاعها تي 1 يبقى دي بورت 1، وده التيرمينال بتاع بورت 2 يبقى دي تي 2، وهنا يبقى عندي في 1 بلس تمام، وعندي في 1 ماينس، وهنا عندي في 2 بلس وعندي في 2 ماينس. ايه حكايه الايفن مود والاود مود في اكسايتيشن دول؟ احنا بنفرض ان احنا هنمسك البورت اللي هي سيمتريك قدامنا دي وندخل عليها اكسايتيشن بشكل معين، مش اي اكسايتيشن، اكسايتيشن بشكل معين. ايه الاكسايتيشن ده؟ الاكسايتيشن ده هنسميه ايفن مود اوف اكسايتيشن. يعني ايه اكسايتيشن بشكل معين؟ هو مين الاكسايتيشن صحيح بالمناسبه؟ الاكسايتيشن في السكاترنج ماتريكس ديسكريبشن عباره عن الفي بلس، يعني في 1 بلس وفي 2 بلس هما الاكسايتيشن بتاعك، والريسبونس هو الفي ماينس. فهفترض الاكسايتيشن بياخد الشكل ده، الفي بلس فيكتور بتاعي هفترضه عباره عن اللي هو المفروض انه في 1 بلس وفي 2 بلس، هفترض ان شكله كده عباره عن في 1 بلس وفي 1 بلس برضه. يعني ايه؟ يعني هدخل اكسايتيشن متساوي، هاجي من عند بورت 1 اللي هي دي ومن عند بورت 2 اللي هي دي وادخل نفس الاكسايتيشن زي ما هو بالظبط. طب ايه فايده الموضوع ده؟ تعال نشوف، تعال نشوف ايه فايده الموضوع ده. المفروض من السكاترنج ماتريكس ديسكريبشن احنا عارفين ان الفي ماينس بتساوي السكاترنج ماتريكس مضروبه في الفي بلس. في ماينس اللي هي في 1 ماينس وفي 2 ماينس. السكاترنج ماتريكس بتاعت النتورك بتاعتنا اللي هي سيمتريك وريسيبروكال اللي هي اس 1 1 اس 1 2 اس 1 2 اس 1 1 مضروبه في الفي بلس اللي هو في الايفن مود اوف اكسايتيشن، هنفترضه في 1 بلس وفي 1 بلس، هنفترضه متساوي كده. لما افك المعادله اقدر اقول ان في 1 ماينس بتساوي اس 1 1 في الفي 1 بلس زائد اس 1 2 في الفي 1 بلس برضه. خد لبالك انا بضرب الصف الاول في العمود اللي جنبي، يطلع الكلام ده بيساوي ممكن تاخد في 1 بلس عامل مشترك، يطلع اس 1 1 زائد اس 1 2 مضروبه في في 1 بلس. طيب ال في 2 ماينس تطلع بتساوي اس 1 2 في ال في 1 بلس زائد اس 1 1 في ال في 1 بلس، يعني بتساوي ممكن ناخد عامل مشترك اس 1 1 زائد اس 1 2 مضروبه في ال في 1 بلس. ممكن نكتب المعادله دي في شكل مصفوفه، نرجع نكتبها تاني في شكل مصفوفه، يطلع شكلها كده ان في 1 ماينس في 2 ماينس اللي هم ال في ماينس عباره عن بارامتر ثابت اس 1 1 زائد اس 1 2 في الاكسايتيشن بتاعي اللي هو في 1 بلس في 1 بلس. يبقى الريسبونس طلع عباره عن جاست كونستانت مضروب في الايه؟ مضروب في الانبوت. جاست كونستانت اسمه اس 1 1 زائد اس 1 2 والكونستانت ده مضروب في الانبوت. الكونستانت ده ربط مين بمين طيب؟ ربط الريفليكشن عند بورت 1 بالانسيدنس عند بورت 1، وربط الريفليكشن عند بورت 2 بالانسيدنت عند بورت 2، وخد بالك الانسيدنت عند بورت 2 وبورت 1 زي بعض متساوي في الايفن مود اوف اكسايتيشن. فكانه عباره عن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت في الحاله دي. عباره عن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت في الحاله دي. يبقى ده بنسميه الانبوت ريفليكشن كوفيشنت وانت عامل ايفن اكسايتيشن. ويبقى الريفليكشن كوفيشنت ده متساوي عند كل بورت. يعني عند البورت الاولانيه بيبقى الريفليكشن كوفيشنت ده عند البورت الاولانيه بيساوي الريفليكشن كوفيشنت عند البورت الثانيه، عند البورت الثانيه، وانت عامل ايفن مود اوف اكسايتيشن. وده اللي احنا بنسميه اس ايفن. وده اللي احنا بنسميه اس ايفن. يبقى هنا في حاجه اسمها الاس ايفن اللي هو عباره عن اس 1 1 زائد اس 1 2.
ايه معناه من الكلام اللي فات، من المناقشه اللي فاتت، ان هو عباره عن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت عند اي بورت من الاثنين بورتس بس في لحظه وانت عامل ايفن مود اوف اكسايتيشن. طيب بعد كده هنعمل اكسايتيشن بطريقه ثانيه اسمها اود مود، اود مود اوف اكسايتيشن. هنعمل ايه في الاود مود اوف اكسايتيشن؟ لعلك توقعت، هدخل الاكسايتيشن بتاعي اللي هو الفي بلس، هيبقى شكله كده في 1 بلس وسالب في 1 بلس. الاثنين اكسايتيشن هيبقوا عكس بعض، واحد منهم في 1 بلس والثاني سالب في 1 بلس. ونستخدم المعادله بتاعتنا اللي هي المعادله اللي بتقول ان الفي ماينس بتساوي السكاترنج ماتريكس في الفي بلس. ونفك المعادله، هيبقى في 1 ماينس وفي 2 ماينس بيساوي اس 1 1 اس 1 2 اس 1 2 اس 1 1 مضروبه في الفي 1 بلس وسالب في 1 بلس. ونفك، فيبقى في 1 ماينس بتساوي اس 1 1 في الفي 1 بلس زائد معذره ناقص اس 1 2 في الفي 1 بلس، يعني بتساوي اس 1 1 ناقص اس 1 2 في الفي 1 بلس. الثانيه تبقى في 2 ماينس بتساوي اس 1 2 في الفي 1 بلس وناقص اس 1 1 في الفي 1 بلس، يعني بتساوي اس 1 1 ناقص اس 1 2 في سالب في 1 بلس. فبرضه نفس الملحوظه، ايه الملحوظه دي؟ ادي الاكسايتيشن اللي عند بورت 1 وادي الريسبونس اللي عند بورت 1، ما بينهم الريفليكشن كوفيشنت اللي في النص ده. ادي الاكسايتيشن عند بورت 2 اللي هو سالب في 1 بلس، ده الاكسايتيشن عند بورت 2 وده الريسبونس عند بورت 2، بينهم الريفليكشن كوفيشنت ده هو هو. يبقى اذا في الحاله بتاعت الايفن مود اوف اكسايتيشن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت عند كل بورت متساوي. في الحالة بتاعت الـ even mode of excitation، في الحالة بتاعت الـ even mode of excitation الـ input، في الحالة بتاعت الـ odd mode معذرة of excitation هنسميه S odd. وده قيمته بتساوي اس 1 1 ناقص اس 1 2. ده اللي هو الانبوت ريفليكشن كوفيشنت في حاله الاود مود اوف اكسايتيشن. لو انت دمجت المعادله دي مع المعادله اللي فاتت بتاعت الاس ايفن بتساوي اس 1 1 زائد اس 1 2، كده هتلاقي نفسك عندك طريقه مختلفه لحساب الاس 1 1 والاس 1 2 اللي هم هدفك الاساسي. هدفك الاساسي انك تجيب اس 1 1 واس 1 2، ممكن تجيبهم المعادلتين دول. بجمع المعادلتين يتبين ليك ان اس 1 1 بتساوي نص اس ايفن زائد اس اود، واس 1 2 هتساوي نص اس ايفن ناقص اس اود. يبقى دي طريقه مختلفه لحساب الاس 1 1 واس 1 2، انك بتحسب بارامترين غيرهم، اثنين بارامتر غيرهم اسمهم اس ايفن واس اود، ومنهم تجيب اس 1 1 واس 1 2. هنا في اكتر من ملحوظ عايزه تتجاب او عايزه تتقال. اول حاجه خلي بالك من فرق المعنى بين اس 1 1 واس 1 2 والاس ايفن والاس اود. اس 1 1 عباره عن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت بتاع البورت لما تكون البورت الثانيه ماتشد، لما تكون البورت الثانيه ماتشد يعني عندها ماتشد لود، مفيش عندها انبوت اكسايتيشن، عندها ماتشد لود. اما اس ايفن عباره عن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت عند اي واحده، عند واحد او عند اثنين، لما تكون الثانيه داخل عندها نفس الاكسايتيشن مش ماتشد، ده الاس ايفن. الاس اود الانبوت ريفليكشن كوفيشنت عند اي واحده الاولى او الثانيه، لما تكون الثانيه داخل عندها اكسايتيشن عكسه بالسالب مش عندها ماتشد لود. يبقى التلاتة دول اس 1 1 واس ايفن واس اود عباره عن انبوت ريفليكشن كوفيشنت عند اي بورت، عند بورت 1 وبورت 2، لان ده متساوي عند الاثنين وده بيكون متساوي عند الاثنين وده بيكون متساوي عند الاثنين، بس كل واحد فيهم في كيز مختلفه. اس 1 1 عباره عن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت عند اي واحده لما تكون الثانيه عندها ماتشد لود. اس ايفن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت عند اي واحده لما تكون الثانيه عندها نفس الاكسايتيشن بتاع الاولانيه. اس اود عباره عن الانبوت ريفليكشن كوفيشنت عند اي واحده بس لما تكون الثانيه عندها اكسايتيشن
عكس الاكسيتيشن بتاع الاولانيه. ده معنى كل واحد من الثلاثه دول. ده اول ملحوظه. ثاني ملحوظه، اس 1 1 واس 1 2 اهم من اس ايفن واس اود. ليه؟ لان اس 1 1 واس 1 2 هم اللي موجودين في السكاترنج ماتريكس، وطالما هم اللي موجودين في سكاترنج ماتريكس فهم اللي بستعملهم عشان احسب اي حاجه. يعني لو عندي جنرال اكسيتيشن، عندي سم جنرال اكسيتيشن، والجنرال اكسيتيشن اسمه في 1 بلس في 2 بلس، وعايز اجيب الريسبونس بتاعه اللي هو في 1 ماينس وفي 2 ماينس، مش هجيبه بالاس ايفن والاس اود، هجيبه باس 1 1 واس 1 2 اس 1 2 اس 1 1. فانا لو عندي جنرال اكسيتيشن انا محتاج الاس 1 1 والاس 1 2 عشان اجيب الجنرال ريسبونس بتاعه. امال ايه فايده اس ايفن واس اود؟ بقدر احسب منهم اس 1 1 واس 1 2. طب ليه ما احسبش اس 1 1 واس 1 2 على طول؟ ليه اجيب اس ايفن واس اود في الاول وبعد كده اجيب منهم اس 1 1 واس 1 2 بالطريقه دي؟ عشان ده اسهل شويه، مش اكتر من كده يعني. وهيبان لك دلوقتي في المسائل ازاي ده اسهل شويه. تمام؟ يبقى انا هدفي اس 1 1 واس 1 2 هم اللي بجيب منهم الاكسيتيشن بتاع اي ريسبونس. امال ايه لازمه اس ايفن واس اود؟ بيسهلوا عليك حساب اس 1 1 واس 1 2، مش اكتر من كده. بيبقوا اسهل شويه، زي ما هيبان لما نيجي ناخد امثله ونيجي ناخد مسائل دلوقتي. ازاي يبقى الكلام ده اسهل لما تيجي تحسب الاس 1 الاس 1 1 واس 1 2 من اس ايفن واس اود؟ هيبان ان شاء الله في الامثله. يبقى ده لازمه اس ايفن واس اود، يسهلوا حساب البارامترين المهمين اللي هم اس 1 1 واس 1 2. تمام. طيب وريني في الامثله ازاي اس ايفن واس اود اسهل في الحساب. قبل ما نقول الكلام ده ازاي اسهل في الحساب، هنوضح بملحوظه مهمه خالص ازاي فعلا اسهل بكتير انك تجيب اس ايفن واس اود. اول حاجه لما تيجي تجيب اس ايفن واس اود، انت قلت لي لازم تكون عامل ايفن مود اوف اكسيتيشن او اود مود اوف اكسيتيشن. يعني الاس ايفن عشان تتحسب محتاجه عشان نحسبها ان احنا نعمل ايفن مود اوف اكسيتيشن، يعني ندخل اكسيتيشن متساوي من عند كل بورد. هل انا هعمل كده فعلا في المساله؟ يعني فعلا هدخل اكسيتيشن من عند البورت الاولى والبورت الثانيه او الاثنين اكسيتيشن متساويين؟ في الواقع انا مش هعمل كده. امال هتعمل ايه بالظبط؟ قال لك الايفن مود اوف اكسيتيشن ده علشان تعمله يكافئ حاجه واضحه خالص، يكافئ حاجه اسهل من كده بكتير. انت التو بورت نتورك بتاعتك بتقول ان هي سيمتريك، متماثله. متماثله لو انت بصيت من البورت الاولى زي لو بصيت من البورت الثانيه. فانت بتقول ان هي سيمتريك نتورك، يعني نتورك متماثله. لما تيجي تعمل ايفن مود اوف اكسيتيشن، يعني يكون الاكسيتيشن اللي من هنا بيساوي بالظبط الاكسيتيشن اللي من هنا، يبقى الاكسيتيشن ده هيدخل ويمشي جوه النتورك، وده هيدخل ويمشي جوه النتورك، والنتورك متماثله وانت داخل من واحد زي متماثله وانت داخل من اثنين. النتورك سيمتريك من الناحيتين. نقدر نقسم النتورك في النص من عند مستوى التماثل بتاعها. هنعرف بلين في النص، في نص النتورك اسمه بلين اوف سيمتري، مستوى التماثل اسمه بلين اوف سيمتري، هنعرفه في النص. بلين اوف سيمتري، بلين اوف سيمتري اللي هو مستوى التماثل بتاع النتورك، اللي هو النتورك حوالينه متماثله. عقبال ما توصل الفي 1 بلس للبلين اوف سيمتري والفي 2 بلس للبلين اوف سيمتري، هيبقى هما الاثنين زي بعض ليهم نفس الفيز. هيبقى هما الاثنين زي بعض ليهم نفس الفيز بسبب التماثل وبسبب ان هما متساويين. هما متساويين، بدأوا من البورت واحد وبدأوا من بورت اثنين، على ما يوصلوا في النص هيبقى ليهم نفس الفيز، فيتجمعوا هما الاثنين على بعض. وعشان هما متساويين يبقى المجموع بتاعهم بيساوي الضعف. عشان هما متساويين يبقى مجموعهم بيساوي الضعف. طب امتى يحصل انك انت بتبقى مدخل انبوت اكسيتيشن ولما توصل للحته دي يطلع لك المجموع بيساوي الضعف، او يطلع لك الريفليكتد اللي جاي من الناحيه الثانيه زي قيمه اللي كان جاي من هنا؟ امتى يحصل الكلام ده؟ لو انت فاكر في دراستنا للترانسميشن لاين الكلام ده كان بيحصل لو كانت ترانسميشن لاين اوبن سيركتد. عند الاوبن سيركت لود بتاع الترانسميشن لاين بيحصل كده بالظبط، بيحصل ان الانبوت سيجنال اللي رايحه على الاوبن سيركت الانسيدنت سيجنال على الاوبن سيركت بتساوي الريفليكتد سيجنال بالاوبن سيركت، وبتجمع على بعض بيدوا لك الضعف. ولذلك لما اجي اعمل ايفن مود اوف اكسيتيشن انا مش هعمل ان انا ادخل اتنين اكسيتيشن متساويين، امال انا هعمل ايه؟ انا هحط اوبن سيركت، هحط اوبن سيركت عند البلين اوف سيمتري، هحط اوبن سيركت عند البلين اوف سيمتري. يبقى كده كاني عملت ايفن مود اوف اكسيتيشن. بعد ما احط اوبن سيركت هجيب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت اللي هو الاس ايفن عادي خالص.
طيب لو عايز اجيب مثلا، عايز مثلا اعمل اود مود اوف اكسايتيشن، عايز مثلا اعمل اود مود اوف اكسايتيشن، عشان اعمل اود مود اوف اكسايتيشن بالتناظر بقى مع اللي احنا عملناه ده، انت عندك النتورك بتاعتك متماثله زي ما اتفقنا، وانت مدخل اكسايتيشن اتنين عكس بعض، واحد منهم مثلا موجب في 1 بلس والتاني مثلا سالب في 1 بلس، ده هيمشي هياخد فيس شيفت وده هيمشي هياخد فيس شيفت، بسبب التماثل هياخدوا نفس الفيس شيفت، هيجوا عند مستوى التماثل في النص هيبقى واحد فيهم عكس التاني في الاشاره. طب امتى يحصل ان السيجنال بتاعتك تنزل عند لود وعند اللود ده يبقى فيه سيجنال تانيه جايه بتبقى عكسها بالظبط في الاشاره، يعني معاها في الشيفت 180؟ الكلام ده يحصل لو كان اللود بتاعك شورت سيركت، فالشورت سيركت اللود بتاع الترانسميشن لاين هو اللي كان بسبب الحكايه دي، كان بيخلي الريفلكتد فولتج عكس الانسنت فولتج باشاره سالب او معاها في الشيفت معاها 180 درجه. فالكلام ده معناه ان انا عشان اعمل اود مود اوف اكسايتيشن هحط شورت سيركت عند البلين اوف سيمتري. طبعا هي حكايه الاوبن سيركت وحكايه الشورت سيركت تنفع لو كان الاستراكشر بتاع السيركت بتاعتك عباره عن سيركت كومبوننت، يعني حاجات زي المقاومه وحاجات زي الملف وحاجات زي المكثف، وبقول حاجات زي حاجات زي حاجات زي لان احنا اتفقنا ان المقاومه والمكثف والملف بيتعملوا بطريقه مختلفه في الميكرويف. طب افرض الاستراكشر بتاعت النتورك الفيزيكال استراكشر بتاعتها كانت ويف جايدز، يعني كان الويف كان اللي داخل ده اصلا في الحقيقه ويف، خلاص اذا هتحط شورت سيركت في النص عند الويف ولا هتحط ايه؟ والله الاوبن سيركت في السيركتس يكافئ بالنسبه للويف حاجه بنسميها الكتريك وول، حاجه بنسميها الكتريك وول، والمعلومه دي للعلم، وان كانت مش هنستعملها يعني في المسائل ما فيهاش الجزء ده، بس معلومه للعلم. فالاوبن سيركت يكافئ حاجه اسمها الكتريك وول. يعني ايه الكتريك وول؟ يعني الالكتريك فيلد هيرفلكت كله، عند الالكتريك وول بتعتبر الرفلكتد الكتريك فيلد بيساوي بالظبط الانسنت الكتريك فيلد ومعاه في الفيز، زي ما بيحصل في انسنت فولتج وريفلكتد فولتج، ده بنسميه الكتريك وول. الشورت سيركت بالنسبه للويف بتعتبر حاجه اسمها ماجنتيك وول، حاجه اسمها ماجنتيك وول. ايه الماجنتيك وول؟ بنعتبر عند البلين اوف سيمتري في حاجة هتعمل ريفليكشن للويف زي لود يعني، واللود ده لما يجي يعمل ريفليكت للويف اللي داخلة هيخلي الماجنتيك فيلد الريفليكتد ليه نفس الفيز مع الماجنتيك فيلد الانسنت، وده بنسميه ماجنتيك وول. وان كانت دي مش هنعوزها احنا في المسائل بتاعتنا، هنستخدم شورت سيركت واوبن سيركت. تمام؟ طيب يبقى كده احنا حكينا حتى الان او اتكلمنا حتى الان في النقطتين دول اللي هما البروبرتيز بتاعت الزيت ماتريكس والسكاترنج ماتريكس، ونقطه رقم ثلاثه اتكلمنا فيها اللي هي السكاترنج ماتريكس بتاعت سيمتريك ريسيبروكال توورد نتورك. عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده، عشان يبقى سهل في الابلود وسهل في المتابعه وكده، ان شاء الله هنعمل نقطه اربعه ونقطه خمسه في الفيديو اللي جاي، يعني في تسجيل جاي ان شاء الله هنعمل فيه نقطه رقم اربعه ونقطه خمسه. نقطه رقم اربعه هبدا نتكلم على امثله على الحسابات دي، ازاي نحسب السكاترنج ماتريس بتاعت السيمتريك ريسيبروكال توبوت نتورك، هنبدا ناخد عليها امثله ونبدا نشوف العلاقات بقى بين الزيت ماتريكس والرو ماتريكس والسكاترنج ماتريكس اللي هي النقطه رقم خمسه. فان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدا فيه على طول في النقطه رقم اربعه اللي هي الامثله، وبعديها ناخد النقطه رقم خمسه اللي هي العلاقات اللي بين الزيت ماتريكس والواي ماتريكس والسكاترنج ماتريكس. فالتسجيل ده كده انتهى، وان شاء الله نتابع في التسجيل اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.